ماشي. طب لو ما عرفتش كده يبقى هايدي هتقضي بقيه عمرها بالسجن، وتبقى السنه اللي ضاعت من عمرك راحت هدر، ومروان اللي ظلمك عايش مستمتع بحياته، وتفضلي بيئه زي ما انت، وهترجعي بيتك اللي هيقع، والله اعلم بقى ايه اللي هيحصل. تداكي خطيبك ده طار للابد. كفايه خلاص، انا جاهزه. ايه ده سلومه، ايه اللي جابك هنا يا جزار؟ فين صاحبك النظار كداكي؟ انا رحت له الاوضه اللي في الحته ما لقيتوش، لقيت الباب مقفول من قبل. انا كرديا، انا هبا يا طاعون. إيه؟ ده انا المعلم سلومه. بس 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 اهدى، في ايه؟ كداكي كسكك على قفاك، في ايه تاني يا معلمه؟ خد مني 100,000 جنيه مقفولين، و5,000 جنيه سبسرة باع للهوى، باع للهوى. عليا الطاعون التلاتة، الواد كبداكي ده دماغه سم. ايه رأيك بقى ان كبداكي ساب مصر كلها وطلع على اليونان يا معلم قفص؟ ايه؟ سافر بره بفلوس ابن النصابة. بس 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 الكلام ده تروح تقوله هناك عند خير رمضان يجيب لك حقك، انما ده مكان اكل عيش. يلا يلا يلا. بس 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 ايه ده ايه ده؟ ايه الجو الدرامي ده؟ ايه جزار يا نهار؟ خلاص خلاص ما تضغطش بقى على قلب اكتر من كده. تعال. ايه بي سي بقولك يا مستر، انا مالي انا ومالي الاي بي سي والسي بي سي والحاجات دي، وانا مسافره اقرا الجورنال. علمني الحاجات اللي هقولها هناك، يعني مثلا ايه اوكي، باي باي، جود لايت دي اللي بتقولها بيتك قبل ما تنام، صباح الفل يا اكسلانس، الحاجات دي يعني. صباح الفل يا اكسلانس، كل دي معلوماتك عن الانجليزي؟ صباح الفل يا اكسلانس. قولي ورايا، هتتعلمي يعني هتتعلمي ورايا. دي اي اف جي اتش اف اتش. تاخدي زي؟ لا خالص، استغفر الله العظيم، خلي لك انت الحاجات دي، والنبي انا خايف على نفسي منك اللي عمال تقربعه ده. هتتكلمي انجليزي؟ يعني هتتكلمي انجليزي؟ انا عمري ما دخلت في حاجه وفشلت فيها، فاهمه؟ قولي ورايا. اي ام ايبيك كاو. اجي يعني ايه؟ يعني انا من بطن البقره. اه حلوه دي، اقولها. اي ام ايبيك كاو. كاو. برافو يا كاو، برافو برافو، هايلة. قوليها تاني بقى. I am a big cow. برافو برافو، ده انت كده هتطلعي معزة ورايا. I am a big cow. 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 أسرع. I am a big cow. I am a big cow. I am a big cow. مراتي لازم مراتي نوال مراتي نوال مراتي
تاني. مروان كفاية ماشي بقى، ما تيجي تقعد عشان تريح يا حبيبي. لا لا مش كتير عشان تخش. لما كنا بنلعب كورة لما حد رجله بتتلوي ولا تتجزع كنا نقول له شد عليها عشان تخف بسرعة. أيوة بس بالراحة يعني مش كده. شنطتي. يا بالراحة ما تشرع عليك يا حبيبي. معلش معلش فدرك. خلاص خلاص طيب هات إيدك. يلا يلا. بص يا أنسة كوريا، لازم لما تيجي تتكلمي تقللي النرف البيئة اللي في كلامك شوية. بقلل ايه يا اخويا؟ النرف اللي هو طارق قصده انك لما تيجي تتكلمي خلي صوتك اوطى شويه وانفعالاتك اهدى ولهجتك ما تبقاش اجريسيف. وهي هتفهم يعني ايه اجريسيف؟ استنى انا افهمها بطريقتها. ماشي كوريا ما تهنجميش في الكلام يا كوريا. ماشي. وكمان لازم تظبطي مخارج الحروف بتاعتك، لازم تظبطيها ماشي، وتبطلي تحشي حرف الشين اللي في كلامك ده. هو الكلام كمان بقى بالشوكه والسكينه ولا ايه؟ ايوه يا كوريا بالشوكه والسكينه، يعني ما تقوليش اختي ركبتي خالتي شاطر. تقولي اختي ركبتي خالتي، ويا ريت ما تجيبي سيره خالتك عشان ممكن تسمعك تفكرك بتنادلها تنط لنا هنا واحنا مش ناقصين. طب بالك وين الصندوق يا جدع انت؟ يا كوريا في انت هتهنجمي عليا ولا ايه؟ كوريا انا عندي فكره كويسه قوي. ايه رايك تفتحي التلفزيون وتتكلمي زي المذيعات بالظبط؟ انت مش بتشوفي المذيعات في التلفزيون؟ لا. ليه؟ ما بتتفرجيش على التلفزيون يا كوريا؟ لا انا ما اتفرجش على المسلسلات التركي عشان انا ثقافتي تركي اساسا وبتكلم تركي لبلب. ايه ده ايه ده؟ بجد بتتكلمي تركي؟ ما انا افهمك. اصل انا اصلا سيدي ابو امي اصلا من التراكو. انت مش شايف شكلي ولا ايه؟ يلا حبيبي بالراحه كده. ايوه بسم الله. هو انت مستني حد؟ لا خش انت نام انا هشوف مين. خش. طيب من مصر القديمة، وشنطة الهانم زي ما هي مش ناقصة دبوس إبر. انت بقى ترى سرقت الشنطة من الهانم والبوليس جري وراك عشان تجيبها مش ناقصة دبوس إبرة؟ لا أصلا أنا كنت مفكركم خواجات، بس لما فتحت الشنطة ولقيتكم مصريين قلت لازم أرجعها. عرفت العنوان إزاي؟ لقيت الوصل ده في الشنطة وفيه العنوان. كبداكي ما يعدش في بلدياته في الغربة أبدا. لكن عادي يعني كبداكي يتسعر بقى في مصر. يا باشا في مصر العيشة ضيقة، لو ما عضتش في اللي جنبك اللي جنبك هيدوسك. بس أنا هنا جاي أكل مش جاي أعض. ماشي يا كبداكي. هاي خد يا كبداكي، أدي القرش اللي كنت هتاخده في الحرام هتاخده في الحلال أهو. لا يا باشا حد الله ما بيني وما بين الحلال، أنا مش عاوز فلوس. أمال عايز إيه؟ أنا عاوز أشتغل معاك. تشتغل ايه؟ يا باشا انا عاوزك تعتبرني زي اخوك الصغير بالظبط. انا تعبت في الغربه دي قوي وشفت الموت بعيني من ساعه ما جيت لا عارف الفو في شغلانه ولا عارف اطلع باي مصلحه. انا اساسا يا باشا طباخ مش حرام. وعملتش الموضوع ده غير مرتين، المره التانيه طلعتوا مصريين، قلت انا وقعت بالسما وانتوا استلقيتوني. لو تشوفني اي شغلانه معاك يا باشا ان شاء الله امسح لك الشقه دي. وبتفهم في ايه تاني غير الطبخ يا كبداكي؟ اي حاجه. شوف اي حاجه هفضل مستني سعادتك تحت البيت 24 ساعه، لو عوزتني في اي حاجه خدامك 100 سنه. بقول لك ايه يا باشا، انا بقالي يومين ما اكلتش وجعان قوي، ما عندكش اي حاجه تتاكل؟ يعني لو شويه جبنه براميلي كده شويه طرشي. خش. الله يكرمك. انت حكايتك حكايه يا رب يا ساتر. انا جوان. ايوه انا هنا. مبروك الشنطه. الله يبارك فيك. كبداكي اللي سرقها منك. نجوانا يا ربتي. شكرا. كبداكي جعان عايز حته جبنه براميلي او ترش كده في قتينا. خش 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 اقعد اقعد. ابو الهجر ازيك يا ابو الهجر؟ ازيك يا سوكا؟ توحشاني يا ابو الهجر. بعد اذنك يا سوكا انا عندي شغل. بقول لك يلا
احنا لازم نتجوز. يا سوك انا قعدت مع فواز بعد ما انتوا مشيتوا وهو رافض خالص. احنا اللي هنتجوز مش هو. احنا نجيب الشقه والعفش وكل حاجه ونحدد ميعاد الفرح ونتصل بيه، ولو هو شريك هيجي. انت شايفني كده يا سوكا عايزني اتجوز من ورا اخويا وكمان ابقى ابلغه بميعاد الفرح؟ انا بالنسبه لك كده بعد اذنك. خدي بس يا ابله، طب حطي نفسك مكاني. وانا خربتها ولا ايه؟ انت ازاي تدخل واحد حرامي زي كده وتقعده هنا؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، ده عيل غلبان. طب يا سيدي ما كنت تديله فلوس ويروح ياكل بره، انت بتدخله شقتنا ليه؟ ما تهدي بقى، في ايه؟ الله، من الاخر محتاجه. محتاجه؟ اه، انا عندي من النوادي في مصر كتير كانوا بيخلصوا لي حاجات، والواد ده واقع عليا من السما وشكله كده عيل جدع ومخلصاتي. حرامي وجدع؟ على اساس ان احنا ايه؟ ها؟ ولا نسيت يا روحي؟ جرايا ورا العنب، ما تهدي كده. ها؟ ده شغل. ماشي. بقول لك ايه يا باشا؟ انت منين في مصر القديم؟ من بطن البقرة. ها، اسمع عنها بس ما رحتهاش. شكلك كده عيل جدع ولابط. ابدا والله يا باشا، بس اللي بيزعلني بزعل امه. عمركش شكيت حد؟ شكيت حد ازاي يا باشا؟ لما جرايا روح امك، انت هتحور عليا؟ انت مش من بطن البقره وانا من الوراق، ما يغركش السلسله والانسيال. لا انا اخري 10 ورث وروحه تفضل في كتاته. ما نفسكش تترقى تساعد عزرائيل؟ انا مش فاهم سعادتك يا باشا. عد عليا كمان يومين وانا افهمك. خلص اكلك. لا مش بعت، يدوم العز. انصرف. السلام عليكم. عارف انا مش مصدقه ابدا ان انا بقالي شهر كامل هنا، وان بقالي شهر ما عملتش كده يا نادر. هما بيقولوا لنا ما نقولش اسمه ولا حتى نفكر فيه. شكلك بتضحكي من قلبك يا صاحبي. حاسه ان انا خفيفه قوي لدرجه اني ممكن اطير. اكني كنت شايله هم كبير ورميته يا نادر. مش قادر اقول لك اي حاجه غير اني انا فخور بيكي. مش قوي كده. عايزه اقول لك ان في ناس هنا وناس ورونا صورهم بقوا حاجه رهيبه يا نادر بعد ما تعافوا. عاده انا ما بحبش كلمه تعافوا دي، بس هم بيخلونا نقول كده. ان شاء الله اول ما اخرج من هنا عندي حاجات كتير مهمه لازم اعملها. زي ايه بقى ان شاء الله؟ زي ان انا حاسه ان نفسي اجيب بيبي. والله بتكلم بجد، ما كنتش متخيله ابدا ان انا ممكن اخلف واجيب اطفال يا نادر. يمكن عشان الوضع اللي كنت فيه، بس دلوقتي فعلا نفسي اخلف. حاسه ان انا بقيت قويه وبقيت انسانه جديده، حابه الحياه جدا يا نادر. خلاص شدي حيلك، اخرجي من هنا وجيبي عيال كتير قوي عشان يتنططوا فوق دماغك زي قطط بالظبط. ان شاء الله. ساره انا عندي سفريه كده وان شاء الله ما تطولش وارجع على طول. اول ما اجي نخرج من هنا على طول ونروح نعمل كل اللي نفسك فيه. ايوه. غير البيبي بقى انا ماليش دعوه. نادر حبيبي انت ما ضحكتش عليا، فضلت واقف معايا زي ما وعدتني لحد الاخر. بجد انت احسن راجل في الدنيا. ثانك يو حبيبي. ثانك يو. الحمد لله على السلامه يا ساره. جرايا ناني، قلت لي هجيب لك سوكا، لا منك جبتيه ولا منك سبتيني اشوف سكه القضاء والقدر معاه. ايه الحكايه يا ناني؟ الله يا اخويا، الحكايه شكلها كبير. انا رحت له الحاره لقيته هو وامه سابوها من غير ما يقول، مع انه عدى عليا بس ما قاليش. ده مفيش جنس مخلوق يعرف مكانه حتى الولا طاعون. الله الله، ده اللي مقصود بالموضوع ده بقى، ده بيتهرب مني. ما قلت لك يا ناني سيبيني عليه. اتفضلي يا ستي، كلها يومين ثلاثة وتلاقي بوستراته متعلقة على محل تاني. عارفة ليه؟ عشان صاحبه هيعكمه بقرشين.
لا 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 مش سوكا اللي يعمل كده، بس شكل الموضوع كده فيه قلق، وانا شم ريحة مش حلوة. بس انت تقل عليا كده وانا عرف لك التيتا كلها. ماشي يا نان. استنى. حاضر. تأخريش عليا. يا بنت من هنا. مساء الفل يا فنان. مساء الهنا والسعد والعسل. النبي يا فنان، انا كلامك يا اخويا كده بيرقصني من غير مزيكا. النبي يا بختي كلامي. ناني 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 وناني ناني ناني اسم الجميل حبه لساني دايما يقول وينادي ناني دي عايشه في كياني حبيبتي ناني ناني. فنان والنبي فنان. انت اللي فنان. كنت عايز اسالك كده سؤال صغنن واحد بس، انت تسال وقلبي والكمبيوتر يجيب. يا اخويا ما تعرفش عنوان سوكا الجديد فين؟ هو كان معايا بس انا ضيعته. انا ما رحتلوش، بس هو قال لي عليه وصفهولي ومن ساعتها ما كلمنيش. يعني تعرف توصل له؟ يعني ماشي اعرف، هو برضه مش بعيد عن هنا في المنطقه برضه. خلاص يبقى قابلك انا بكره الصبح ونروح انا وانت ندور عليه. اصل امه يا اخويا ليها دين في رقبتي، اخاف يجرالي حاجه من غير ما ردها لها. امسك دي صورة الشيخ جاسم اللي احنا عايزين نصفره. اتفضل. ايه ده يا باشا؟ ده مسدس. اما المطوة هنصفره بيها روح امك. ودي ورقة فيها كل تحركاته، بياكل فين، بيشرب فين، الحتت اللي يحب يقعد فيها، ودي جردات بتسيبه امتى، كل حاجة. عارف ابراهيم؟ الامتحان ده امتحان صعب، لو عديته تشوف عز عمرك ما شفته. بص يا باشا، انا طول عمري بكره الامتحانات دي كور العمل، بس نجرب. مش خسرانين حاجة. بص يا ابراهيم، اي لعبة فيها كسبان وخسران، والراجل ده لو ما ماتش او اي حد في الدنيا عارف ان انا ورا الموضوع ده، انت اللي هتبقى خسران. عارف خسران ايه؟ رقبتك. نص ساعة يا اخويا قاعدين نلف حوالين بعضينا. لحقتي زهقتي يا فنانة؟ ده انا لسه ما استوعبتش اللحظة اللي انا ماشي معاكي فيها. ده انا نفسي اضرب طبق فتة على شوية كوارع على شوية طبق ممبار واقعد ابص كده للسما واكتب 8 دواوين و9 قصايد و10 البومات وكل ده تحت شعار ورعاية النص ساعة اللي انا عايشها معاك. يا اخويا لخص لخص يا اخويا، انا ماليش في المشي البطال اللي انت عملت مشهولنا ده. بقولك يا ريس، امورنا ماشيه. سيد سوكا المطرب ساكن فين؟ فناننا الكبير ساكن في الدور التاسع فوق، اي خدمه تانية بيه. شكرا يا ريس، شكرا. الله الله الله، مالك يا فنان؟ مالي يا اخويا دايخه قوي كده ليه؟ مالك مالك؟ الف سلامه الف سلامه ان شاء الله. شويه ده خبطني في كتف. معلش. وانت يا باشوره جنبي يا اخويا. خلاص بقى يلا خلاص اهو. يا اختي ممكن تمسكي في الشنط؟ حاضر حاضر اهو.
سمعنا كده احنا اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اشهدوا ان لا اله الا الله اشهدوا ان محمد رسول الله. يلا شوف وشك على خير. لا 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 استنى يا استاذ، انت بتقتلني ليش؟ ومين اللي بعثك وكم عطاك؟ انا مستعد اتنازلك عن كل ثروتي بس خلني اعيش الله يخليك. كل ثروتي ايه يا عم؟ الافلام القديمه كل انت هتتنازل لي عن كل ثروتي؟ انت شايف نهبل ولا دائع عصافير؟ ده انا اول ما سيبك هتخلع. لا لا انا من ايدك هذه لايدك هذه، صدقني انا تحت امرك باللي تطلبه. انا مستعد احقق لك كل احلامك بس الله يخليك شيل البتاعة دي. تعرف انا نفسي في ايه؟ امرني في ازازة بيرة ساعة بس. ده 100 صندوق ازازة بيرة تجي لك دلوقتي. ماشي يا عم. انا قايل المصريين ما شاء الله اقدع ناس واحسن ناس في الدنيا. طب مصري يا عم، ام الدنيا. انت عارف سموه ام الدنيا ليه؟ لا والله ما اعرف. وحياتك ولا انا. يلا اطلع بينا. حاضر. اطلع يا شيخ العرب. حاضر حاضر. يلا حاضر تحت امرك. ايه العربية الحلوة؟ يو في ايه متزربن ليه دلوقتي؟ في اخبار زي الزفت. زفت ليه كفالة الشر؟ في ايه؟ الزفت اللي اسمه مروان هو ونجوان سابوا الشقه اللي معانا عنوانها واختفوا. اختفوا؟ يا نهار اسود، اختفوا ازاي يعني؟ في صوتك شويه. اختفوا، سابوا الشقه وغاروا في 60 داهيه، محدش يعرف مكانهم. طب وانت عرفت ازاي؟ عرفت من واحد صاحبي دفعتي عايش هنا، كنت مخليه يتابعها. طب وبعدين احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ كده احنا ملناش اي لازمه هنا. يعني ايه هنرجع مصر يعني ولا هنعمل ايه؟ يعني هنقعد في اليونان ندور على 2 مصريين ما نعرفهمش؟ يو ما نعرفش حاجه غير اسمائهم. بالراحه وطي صوتك، احنا في مكان عام. انت عارفه انت اتسلكتي على حيطه مايل. ايوه، والحيطه دي هتقع بيك ان شاء الله. هي كوريا دي كانت فلحت في حاجه في مصر، لما هتفلح في بلاد بره. هي اه صحيح اردى في كل حاجه الا المصلحه. اردت ايه يا اردى انت؟ يا بومه. انا بومه؟ انا مش بومه، انا غراب. بس غراب ايه؟ من نوع معين كده. احنا ان شاء الله هنروح الجنينه وهنتفرج على القرد اللي بتنطط. تبقي تيجي معايا تنططي يا حبيبتي. كوريا شاطره يا طنط موسوكا، ونادر معاها، وان شاء الله هيرجعوا الفلوس. طب والله العظيم انت بنت غلبان. انت عارفه فلوسي دي كانت هترجع ازاي؟ لو بعت الواتسوكا ابني ومعاه البت نوال. البت نوال تروح بقى تترقص لطليقي كده اهوت وتعمل له شويتين وترجع لك الفلوس صاصه ليه. افرض ان ده حصل، كانت ست نوال هترجع الفلوس؟ لا، بيني وبينك دي تاكل مال النبي. يعني يا اختي في ايه؟ انا استخبى جوه. استخبي يا بنت، استخبي يا بنت بسرعه يا بنت. استخبي. مين 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 اللي بيخبط؟ مين يا اختي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا اخويا؟ مالك؟ فين هايدا ابو طالب؟ ها؟ مين؟ ما نعرفهاش. فتشوا الشقه. عايز ايه يا واد انت؟ وهو في ايه يا اخويا؟ هو في ايه؟ ها بتبص لي كده ليه؟ ها يا اهلا يا اهلا. خش يا اختي انت وهي غيروا هدومكم عشان كلكم كده مقبوضين عليكم بالصلاه على النبي. يعني ايه؟ ام سوكا وسندس ما لهمش دعوه بحاجه. ما لهمش دعوه بيه، هما كده متسترين عليكي. هتخشوا تغيروا ولا ناخدكم كده زي ما انتوا؟ فضلك يا ياسر، هما ملهمش دعوه. هناخد هايدي بس. يلا هاتها ورايا. اتفضلي يا هايدي، انديلي عن محضرنا. ممكن اعرف الاول مين اللي قال لكم على مكاني؟ الرقاصه اللي كنت قاعده عندها في الاول. نوال؟ احمد ربنا انها جات لنا وما راحتش لياسر، يعني ما كنتش هعرف اقنعه ان يعمل لك محضر انك سلمت نفسك. عشان كده برضو ما قبضناش على موسوكا وسندس، لان مفيش جريمه تستر اصلا. والله كتر خيرك. ياسر كان مصمم انه يقبض عليك عشان ياخد الترقيه. يعني هي جت بلغتك انت الاول
وكان ممكن ما تقبضش عليا صح؟ يا هايدا انا بشتغل ضابط شرطه، ما ينفعش اعرف مكان حد هربان واتسطر عليه. وبعدين ما قبضتش عليك رسمي، الرسمي ان جيت الاسم بنفسك وسلمت نفسك. اتفضل. انت لازم تروحي دلوقتي مباحث الاموال العامه، ياسر هيعمل لك محضر روتيني كده بالقبض عليك، وبعدين هترجعي لي هنا الاسم تاني، هتباتي لغايه الصبح، وبعدين هتترحلي على النيابه. علاء باشا، خلصت ولا المحضر ده مطول ولا ايه؟ بالراحه عليها يا ياسر، انت عارف هايدي تهمني قد ايه. حاضر يا حنين. اتفضلي يا ست هانم. احنا كده كده راجعين، يبقى احنا قاعدين بنعمل ايه؟ ما نرجع وخلاص، ولا يبقى زائد فلوس يعني؟ هو اللي معاه قرش محيره يقعد في اللوكاندا ويطيره. الو، شوف الراجل ولا كاني بكلمه. ايوه يا ابو طالب، ازيك عامل ايه؟ الحق نادر، هايدن قبض عليها. ايه؟ اتقبض عليها ازاي؟ الضابط اللي اسمه علاء كلمني وقال لي انها كانت في اسم مصر القديمه، وانه عمل لها محضر انها سلمت نفسها وهيقف معاها. نهار اسود، جلت عكشت. طب اهدى اهدى بس وسيطر على الموقف، وانزل بسرعه عشان تلحقها في الاسم. انا استرها معاكي. طب اقول لك ايه، زلوا خالد سندس فين؟ لا تكون ولا ابو صوتك كرشتها. يا ابو طالب بيه، انا وصلت هنا لقيت مروان ونجوان اختفوا، مش عارف ازاي. مفيش حاجه اسمها اختفوا، انت لازم تجيب مروان والفلوس وما تجيش من غيرهم كده، هايدا هتروح مننا. يا عم بقول لك اسالوا سندس فين. حاضر حاضر حاضر، اسالوا. كوري عايزه تعرف سندس فين. تلاقيه عند ام سوكا دي ولا حاجه. بقول لك ايه، سلام، انا كده اتاخرت. قال لك فين؟ عند ام سوكا. لازم نوصل لمروان ونجوان دلوقتي حالا. عاوز تلاقي نجوان؟ للاسف جه اليوم اللي لازم الاقي فيه صفيح الزباله وادور عليها. بدور على براهيم. ايه؟ ابراهيم؟ ايوه، اسمع مني انا. دور على براهيم تلاقي ست نجواه. اهلا. بقى كده برضك يا سوكا؟ ده بدل ما تاخدني بالحضن وتقول لي ليكي وحشه؟ حضنتك عقربة فلوشك في صرصور ودنك يا وليه يا ناقصة. بقى انت يا وليه رايحة تبلغي عني يا واطية؟ انا ناقصة يا ام سوكا؟ استني ياما، بقولك يا نوال، سكة سنسون دندن دي مش معايا ولعبوا شخاليل. حاتم قال لي على كل حاجة، ومن الاخر هو اللي وراك البيت. 10 دقايق والبوليس جه، يعني من الاخر كده انت اللي حبستي البنية. ليه يا شيخ، عملت لك ايه؟ حرام عليكي. الله، عملت لي اللي عملته لي يا اخويا. مالك محموق عليها قوي كده؟ كانت من بقيه اهلك واحده وهزقتني، وعملت معاها الصح وعلمتها الادب. مالك انت؟ مال حال عدوينك يا ولية انت؟ ماله ده ايه؟ هي مش امه دي اللي كان هيتقبض عليها؟ ايه، صرصار انا ولا فار ملوش لازمه؟ لولا الضابط التاني الله يكرمه ويخليه، قال للضابط الاولاني اللي كان عاوز يقفشني انا والوليه سندس، قال له مالكش دعوه بيهم، دول ناس محترمين، ناس من عائلات وناس كبارات قوي. يا وليه، ما انت قاعده اهو زي الجن، كان حد داسلك على طرف؟ وبعدين انا بلغت عليها هي، ما جتش جنبك. خدي يا ام سوكا، عشان انا عارفه انك بتحبي الحاجات بالمكسرات، ودي بقى مكسرات فاخره. كلي يا اختي، محدش واخد منها حاجه. انت عارفه يا بت يا نوال، البت ده هي انا طول عمري اقول عليها سو قلبي كده يا اختي، ما بيبقاش مرتاح لها كده هوت والله. يلا تستاهل اللي يجرى لها، احنا مالنا يا اختي ومال مشاكلها. يلا نوال. ها، من الاخر كده ارغي، عايزه ايه؟ وهعوز منك ايه يا اخويا؟ انا جاي عشان مصلحتك. عزوز عايز يرفع عليك قضيه عشان انت ما بقيتش تيجي المحل، قال لي اجي اكلمك بالهداوه كده عشان تنزل يا اخويا. وبعدين يا سوكا، انت خيرك عليا وانا مش نكرت جميل. ايوه النبي،
اسكتي، مش البت الممرضه الممصوصه عامله له عمل على ظهر قرموط يا اختي، عمال يجري ويفط في قلب الميه، ما احناش عارفين نجيبه. قال له ايه؟ اقول له يا ولا تعالى نروح نفك العمل، مش راضي، مش راضي يطوعني خالص. جرى ايه يا سوكا؟ حب وغرام ايه يا اخويا؟ خلاص بطلنا اللي يعطلنا، احنا عايزين نركز في المام اكل عيشنا. عندك حق، انا لازم انزل الشغل، بس مش عشانك انت، عشان خاطر امي. من الاخر يا نوال، انت لبستي خلاص طوب الرقصات الكسر، وطالما لبستي طوب الرقصات الكسر ما تلزمنيش، يعني بنت الحلال ما فيش الا ما بيني وبينك. سلام عليكم. وعليكم السلام. انا تكلمني كده برضك يا سوكا؟ ناني يتقال لها الكلام ده؟ عموما انا اللي غلطانه عشان جيت لك. سلام. حياك يا هيمه. اهلا اهلا يا كبداكي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اسمع يا هيمه، امر يا شيخ العرب. الامر لله. انا ما احب البودي جاردات والحمايه والحراسه. لا لا لا، تفضل تفضل تفضل. انا انسان بسيط واحب البساطه. حياك. لكن اذا بغيت اصير مافيا وقت ما ابي اصير مافيا. والله عداك العيب يا شيخ العرب. انزين قول لي انت شو اللي تبي مني؟ بص انا مروان ما قرانيش كويس. كبداكي ما يقتلش، كبداكي يعلم على حد، ها يقلب حد في مصلحه، لكن يزهق روح ماليش فيه يابا. وبعدين؟ وبعدين انا مداينك بروحك اللي ما قطفتهاش دي، وده يسمح لي ان انا ارزل عليك واطلب منك اي حاجه، صح يا شيخ العرب؟ قول لي شو اللي تبيه؟ اشتري مني. اشتري. اوه يوه. ايه ده؟ ايه اللي رجعك بدري يا وليه انت؟ خد خد فلوسك يا هشام بيها. ايه ده؟ ايه ده يا وليه خرفانه انت؟ خد هشام بيها. يخرب بيتك، حد يعمل كده في نعمه ربنا؟ مش كفايه؟ مش كفايه قرايبك الزباله اللي جم ضربوني وسرقوني وعوروني؟ الله يقطعك. هو انت ربنا هيعمل فيك ايه اكتر من اللي عامله ده؟ شوفي يا اختي مين؟ مش شايفاني بلم النعمه؟ قومي فزي. حاضر. انا اللي بتخبط. حاضر يا بنتي. مالك مالك يا حبيبي؟ انا جاي اطمن عليك اشوفك عايز حاجه. مالك فيك ايه؟ اقول لك ايه بس ولا ايه؟ الحمد لله الحمد لله. تعالي على مهلك. ودي مين دي الاخرى؟ دي اللي جايه تكمل طلطيش فيا؟ وانا خلاص بقيت الهفية اللي في البيت ده ولا ايه؟ ولا سيدي هيا دي فيها ايه يا عماد؟ دي بقى يا صديقي عليها بيانات كل الفنادق والشقق الفندقية والسياحية اللي موجودة هنا في اليونان من اول نجمة لغاية 7 ستارز. انا قلت اجيبها لك، ممكن تستخدمها يعني تلاقي بيها الشخص اللي انت بتدور عليه. وكبدك هيبقى ساكن في لوكاندا؟ ده كان ساكن في حتة عشة معفنة فوق السطح. انا متشكر قوي يا عماد. عماد خليك معايا. انا متشكر جدا جدا بجد، مش عارف اقول لك ايه، بس طبعا انت عارف انا لا هعرف اراقب ولا ادور، لان لو حد شافني اصلا كل حاجه هتبوظ. لا لا، ما مش محتاج ان انت تدور ولا حاجه، انا عندي اللي يعمل كل ده، يدور ويراقب ويعمل كل حاجه، ما تقلقش. طب هايل، انا كمان محتاج عربيه صغيره كده عشان اتحرك بيها، ولا ايه رايك عماد؟ يا سيدي عربيه طبعا وموجوده، ما تقلقش. طيب مش قلت لك يا كوريا عماد ده عمده اليونان؟ كمان مش قوي كده، وانا لسه عملت حاجه، ما انت عارف ان انا عمري كله هنا. طبعا اقدر اظبط لك اللي انت عايزه حبيبي. انا الدوره من ايام الجامعه. الله يخليك يا عماد، ميرسي. انا عايزك بس تخلص القصه اللي انت فيها هنا دي، وتفضي لي نفسك يوم كده اعرفك على المدام والولاد، عندي ولادين كده ملونين حكايه. طبعا طبعا يا عماد، ادعي لي بس خلص. ان شاء الله هتخلص، انت نضوره برضو يا راجل. ربنا يخليك، متشكر قوي. طيب يا عماد استاذن انا. حبيبي ميرسي، باي باي. متشكر، فرصه سعيده جدا. نورت، عشت، الله يخليك. شكرا يا عماد، باي باي. مش تبطلي طريقتي دي في الكلام وفي الشرب يا اخويا؟ انت هتشتغل لي؟ احنا لسه دخلنا على الشغلانه. بقول لك ايه، هات موبايلك ده واتصل لي بخلي شكري، عاوز اطمن عليه. موبايلي؟ اتفضلي موبايلي. اتصل انت، انا مش هعرف. اتصل بمين؟ اتصل لي بخالي، خلي شكري. خالي شكري، اتفضلي.
الو ايوه خال، طمنا عليك انت وبطن البقر. وحشنا قوي يا خال، وخالتي سندس وحشتني قوي والنبي. انا زي الفل. او سندس بخير، زينه تمام. ايوه ما نقصناش غير شفتك يا كوريا. الغربه مره قوي يا خال قوي. الناس هنا نظيفه والحتت شكلها نظيف بس مسخه كده ملهاش طعم. انا وحشتني قوي بطن البقره يا خال، وحشني التراب والمجاري والتكاتك والعيال اللي بتلعب وهي عريانه في الشارع ومبربرين. كلهم منتظرينك، عايزين يشوفوكي. او خالتك سردس عايزه تكلمك. ايه بجد؟ هات كلمي كوريا. ايوه يوجتك ايه؟ انت فين؟ في الحجاز؟ طيب يا اختي ما تنسيش تجيبي لي ميه زمزم. ها بس والنبي ما تحطي بقك في الازازه، انا بقرف. تعرفي مني انا خالتي؟ ماشي. عامله ايه يا خالتي؟ وحشتيني، خلي بالك من روحي. هاتي هاتي هتجيب لك اللي انت عايزاه يا سندس. ايوه شوفها يا بنتي، خلي بالك من نفسك في بلاد الغربه، ربنا يكفيك الشر واولاد الحرام. عيب عليك يا خال، يلا كفايه عليك كده بقى. لا اله الا الله. سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله. مع السلامه يا كوريا. سلام 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 يا خال. مين سلام؟ مالك قلبه وشك ليه؟ مصر وحشتني قوي يا دكتور. هو انت ايه؟ ما شلتش من لها؟ مروان بيه فين؟ What do you want؟ مروان بيه، مروان بيه فين؟ I don't understand. What do you want؟ Who are you؟ نعم يا اختي. What do you want؟ انتوا مين؟ مروان بيه فين؟ شوف لي مروان بيه فين. Go out or I'll call the police. انا مش فاهم من امك حاجه. This is my home and this is my wife. طب شوف لي مروان. Go go go. انا شكل مروان لبسني مجاسم عشان اقتله ويخلع ولا ايه؟ كده مروان هم دول المصريين في الغربه؟ ماشي عشان ما تصعبش عليا.